الرقمنة. رنا يعني انطلقنا في مرحلة رقمنة كل القطاع وكل مخازن على مستوى سواء الديوان الوطني للحبوب، سائر المهني للحبوب، وكذلك حتى المنتجين الخواص. تكون على نشرها في 2023 نظرة بالتدقيق على كل مخازن، كل الكميات اللي تكون مخزنة والتي توفر السوق الوطني. لما يكون على الإحصائيات بالتدقيق ننطلق إن شاء الله في إعادة النظر بالنسبة لتغطية يعني تغطية الاحتياجات على كل الولايات.